ايه اللي كان ممكن يساعدك؟ حاجات عادية، بيت، عيال، زوج. طب ما انت كان عندك بيت وعيال وزوج. بس كان عندي حاجة تخليك ما تشوفش معاها أي حاجة تانية. اللي هي ايه؟ الخوف. وايه اللي كان مخوفك قوي كده؟ كل حاجة، أي حاجة. خوفي من كلام الناس، خوفي على بناتي حد يأذيهم معرفش أدافع عنهم، خوفي يتعبوا، خوفي يسقطوا، خوفي يحتاجوا حاجة معرفش أجيبها لهم، خوفي ما أضمنلهمش بكرة. وده اللي خلاكي قاسي عليهم وناشفة معاهم وحرمتيهم من حبك وحنانك؟ حب وحنان إيه؟ الست لما بتبطل تحس بالأمان بتبطل تحس إنها ست أصلا. مفهوم. بالراحة عشان المية. أنت بتتكلمي بجد؟ مش عارفة أنت مش مصدقاني ليه. طب احلفي. والله خالتي بجوه هتشوفيها دلوقتي في اوضه الزياره. اهي يا ستي صدقتي. ملاك ازيك يا حبيبتي؟ تعالي قولي لي ازيك يا حبيبتي؟ مالك في ايه؟ حد ضايقك؟ بالعكس انا اتعودت على الناس اللي هنا. انت لسه زعلانه من اللي عملته مامتك؟
سامحيني ما كانتش في وعيها. ما كانتش في وعيها. حبيبتي. أنا مش عايزة أقول لك هي تعبانة قد إيه. حقيقي تعبانة. أوي. أنا عايزة أقول لك حاجة، بس بليز ما تزعليش مني. شغل. بعدين مامتي كمان مش مدياني أي فرصة. ملك حبيبتي بليز ما تزعلي. المرض النفسي يا هانم بيختلف تماما عن المرض العضوي. يعني المرض النفسي حالة معقدة جدا ومتشابكة ومتداخلة، عاملة زي التهاليز اللي داخلة في بعضها، والمريض بيحاول يلاقي مخرج يخش فيه يكتشف انه دخل دهليز تاني. المشكلة ان الدهليز التاني ده بيبقى غلط، فالمريض بينتكس ونرجع نبدأ من اول وجديد. أحيان كتيرة المرض النفسي بيخف، بس المريض يقع في فخ مرض تاني زي مرض الذهان مثلا، ممكن يؤدي لاكتئاب. المريض يخف من الاكتئاب يرجع تاني للذهان. يعني ايه؟ مفيش علاج للحالة اللي هي فيها دلوقتي؟ دي حاجة محدش يقدر يعرفها، لأنه زي ما في احتمال للانتكاس في احتمال للشفاء. أنا مش عارفة أقول إيه لحضرتك، بس أنا المفروض أسافر. أنا مش عايشة في مصر وشغلي بره. حضرتك قلت لها مش كده؟ بالمناسبة حضرتك الاسم الوحيد اللي لما بيتذكر قدامها بحس إنها بتتكلم عنك بسعادة. يعني حتى ابنها لما بتتكلم عنه بحس إنها خايفة عليه وحزينة جدا. مع إننا الفترة اللي فاتت ما كناش قريبين من بعض. زي ما قلت لحضرتك أنا عايشة بره وشغلي بره. وهو ده اللي أنا مستغرب له. يعني بتتكلم عن حضرتك وهي مطمنة قوي ومرتاحة، على عكس كلامها عن مامتها وجوز أختها. يبقى الكلام مليان خوف وقلق وفي شعور عام بعدم الارتياح. إيه اللي هيبقى قلقها كده؟ ده سليم أكتر واحد واقف جنبها، مع إنها متهمة بقتل مراته. الحقيقة أنا ما عنديش تفسير دلوقتي، بس على أي حال هي بتتحسن وبدأت تتكلم، وعندي أمل إن أنا أخد منها شوية تفاصيل. جايز نفهم. إزيك حبيبتي؟ إزيك يا سامة؟ الحمد لله. إزيك؟ أخبارك إيه؟ تمام تمام يا سامة. أنا زرت ملك النهاردة. عاملة ايه؟ كويسة. الدكتور طمني وقال انها بتتحسن. الحمد لله الحمد لله. بصي يا سامة، انا عارفة انك انت اكيد عايزة تشوفيها، يعني خصوصا بعد اللي حصل، بس وحياتي عندك. يعني تتملكي اعصابك شوية لما تشوفيها. يعني هي مش حمل انتكاسة تانية. ما تقلقيش. انت كويسة؟ ما نمتيش ليه؟ ايه؟
مش متوقعة زيارة مني دلوقتي. فين مديحة؟ مش عايزة تعرفي أنا جاية ليه. انتي مش حقيقية. أنا جاية عشان أقولك إن انتي إنسانة مؤذية مكروهة. انتي مش حقيقية. أنا الحقيقة الوحيدة اللي انتي عارفاها وبتنكريها، عشان أنا الوحيدة اللي عارفة انتي ليه قتلتي أختك. انتي برضو مش مصدقة إن أنا ما قتلتهاش. قتلتيها، اخترعتي حكاية الخيانة دي عشان تخلصي منها، عشان أنا بحبها هي. انتي مش حقيقية. بحبها هي وبكرهك انتي. انتي مش حقيقية. امشي من هنا. بكرهك. بكرهك. انتي مش حقيقية. امشي من هنا. انتي مش حقيقية. امشي من هنا. بكرهك يا مالك. انتي مش حقيقية. امشي من هنا. خالص اهدي يا قلبي، اهدي يا حبيبتي، اهدي اهدي. هي فين؟ في مكتب دكتور احمد ومعاه سيستر منى. تمام. ايه يا منى؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ احكي لي. مش عارفه ايه اللي حصل يا دكتور. انا سمعت دوشه بره العنبر، دخلت اشوف في ايه، لقيت ملك ماسكه رقبه مزيحه وبتخنقها، فكيتها من ايديها بالعافيه. طب حضري لي بسرعه حقنه هالبرول 5 مللي. حاضر. ايه يا ملك؟ ملك مديحه عملت معاكي ايه؟ اهدي وطمنيني، ما تقلقيش. رد عليا يا ملك. ايه اللي حصل؟ مسكت في البوابه النهارده، بيطالبني بحق كهربة العمارة لتالت مرة الشهر ده، وبيغلطني بيقولي ما دفعتش. ليه كده؟ الله؟ ايه بابا عامل ايه؟ أهلا يا سعالي. بقولك ايه؟ جبتلي الايفون؟ ولا هتخلع زي كل مرة؟ ايفوني بس اللي انت عايزه ده. يا بابا الناس كلها بقت ماسكة ايفون، ده حتى الشغالة معاها تليفون تاتش. يا ابني انت مش معاك تليفون بتتكلم منه وبتدخل على الفيسبوك بتاعك ده؟ ايوه يا بابا بس. ايوه يا بابا يا حبيبي، ازيك عامل ايه؟ وحشني جدا. حبيبة قلبي وحشاني قوي قوي، كتر الف خيرك، انت الوحيدة اللي بتسألي عليا. هيا يا بابا، جبتلي الكاميرا؟ يا حبيبتي انت عارفة الكاميرا دي بكام؟ يا بابا بقى. يا حبيبة قلبي نعدي السنة دي كمان وهنشوف. ربنا يخليك ليا. هاتي هاتي خلصي. يلا مع السلامة انت يا امين، ما انت مش هتخلص النهاردة. مع السلامة. سلام. مين عايز يتعشى؟ انا. انت بقى بالذات هتاكل والكتاب تحت بقك. خلاص مش عايز اكل. عنك ما تفحت. تعشى ايه يا ادم يا حبيبي؟ اعمل لك سندوتش جبنه سايحه في عيش بلدي؟ مش. لا شكلك مش عاجبك وانت مكسوف تقول. انت بتتعشى ايه يا حبيبي؟ هي ماما كانت بتعمل لي توست بالطماطم بالجبنه برضو، بس موتزاريلا زي البيتزا كده. لا انا هعمل لك السندوتش بتاعي وهيعجبك. ماشي؟ تعالي ساعديني انت. ايه عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله نامت. وانت عامله ايه يا اشجان؟ عارفه فاتوره النور جات لي كام الشهر اللي فات؟ كام؟ 70 جنيه.
قلت للمحصل ليه؟ هو انا نصبه فرح وصمام فقد بالشقه؟ حياتك ما دفعت له. هي الكهرباء بس اللي زادت يا اشجان؟ ده الميه والنور والغاز وكل حاجه في البلد زادت، بقت الطاقه ايه؟ هنجيب منين؟ اول امبارح وانا ماشيه كده مروحه من المستشفى قلت اجيب شويه جبن على شويه فاكهه افرح بيهم العيال. عارفه قطعه كام؟ 60 جنيه. روحت البيت معاش غير 2 جنيه. الفلوس فيها عفاريت. او حياتك انت يا اختي ملبوسه، دي ما بتقعدش تبكي الواحده فينا يومين على بعض. انت عارفه بيجي عليا وقت احسد العينين اللي هنا دول. عارفه ليه؟ عشان عاتلين لهم ميه ولا نور ولا اجار ولا العيشه ولا اللي عايشينها. ليكي عندي فكره يا اشجان هتدعي لي عليها. انت تروحي النهارده تذبحي جوزك تشوفي الدم تلسع تضرب منك يجيبوكي على هنا. ها؟ ها اتفقنا؟ اوكي هظبط مع ميو اكلمك بالليل. اوكي باي باي. هاي مامي. هاي يا حبيبتي. ها عملتي ايه النهارده؟ يوه يا ماما اضطري السؤال ده بقى. والله عايزه اطمن عليكي. طردوكي من الكلاس كم مره؟ زوغتي من كم حصه؟ خدتي سسبنشن ولا لسه؟ خدت دي. ايه ده بقى؟ انفيتيشن على ميلاد نور في وسط الاسبوع كده؟ اه ايه المشكله؟ مشكله ان انا بكره عندي ميتنج مش عارفه اوديكي في حته. لا يا مامي انا وعدت نور ان انا هاجي. خلاص هخلي انكل سليم يوصلني. لا طبعا ما تعمليش كده. هو انكل سليم خلفنا ونسينا؟ ايه يا مامي اتضايقتي كده ليه؟ عشان لازم نتعلم نبقى خفاف على الناس، مش عشان انكل سليم بيعمل لنا حاجات نبقى نطلب منه كل حاجه. خلاص هوديكي بكره انا لعيد ميلاد نور. ربنا يسهل. طيب هجيبهولك بكرة. ماشي اتفقنا. مالك يا ادم في ايه؟ مفيش. هي مامتك لسه في المستشفى؟ لسه في كوما. طولت قوي الكوما دي. هي بتاكل وبتشرب ازاي؟ مع الدكاترة بقى بيتصرفوا، محاليل والحاجات دي. انت هتعمل الاسبوع الجاي؟ انا متعود اول لما تبدا الاجازه كل سنه اقضي اسبوع كده فرجة على التلفزيون بس. ولو مش قاعدين في الساحل بلعب كل يوم كوره مع شله المدرسه يعني. بنلعب في ملعب ارسنال، ملعب جامد جدا بس نجيله صناعي. هو جوه شويه في الهرم كده بنروح له في توك توك. ما تيجي معانا ولا انت ناوي تعمل ايه؟ مش عارف، دي اول اجازه من غير ولا ماما ولا بابا. خلاص فرصه، ركز معانا بقى في الماتشات. مش عارف والله يا انس، مش عارف هفضل عند عمته ولا ايه. هم اصلا مسافرين، ممكن ارجع لجدتي سيام. مش عارف جدتك دي من كلامك هتخليك تذاكر في الاجازه. لا لا هي طيبه بس بتحب تمشي كلام عليا. اما لو رحت لها بكيني قاعد لوحدي اعمل لها بس اللي هي عايزاه. ماشي يا عم، اتمنى لك تبقى مبسوط. اشوفك قبل ما تروح. خساره يا ملك، كان عندي امل انك تخرجي اللجنه اللي جايه. كل التقارير بتاعتك كانت بتساعد على ده، بس طبعا بعد اللي حصل امبارح خروجك هيبقى صعب جدا. انت بقيتي خطر على نفسك وخطر على الاخرين. عشان كده ما اعتقدش ان اللجنه هتوافق على خروجك ابدا. طيب على الاقل احكي لي انت ايه اللي حصل. ايه ده يا مالك؟ انت بتعملي ايه؟ في ايه؟ ايه اللي بيحصل هنا؟
انا مش مصدقه ان النهارده اخر يوم هنشوف حضرتك هنا. لا ازاي، انا هبقى اجي ازوركم، وبعدين انتوا عارفين البيت مش بعيد يعني. حضرتك يا فندم مثال وقدوه لينا كلنا، ومديريه التربيه والتعليم تعرف ان الاستاذه سهام بتاعه الحق والعدل، واللي لا تخشى في الحق لومه لائم ولو على رقبتها. شاكره قوي يا استاذ هشام، حقيقي شهاده اعتز بيها. ده احنا قلنا كمان ان انت هتمدي لما يجي ميعاد المعاش، بس واضح ان حضرتك كده زعلانه مننا، لكن احنا ما نقدرش نستغنى عن حضرتك ابدا. لا والله ابدا، ربنا اللي يعلم. انا كنت ناويه اسويه من فتره، بس يعني اجلت تنفيذ القرار لغايه نهايه السنه الدراسيه، مش عايزه اسيب ملفات مفتوحه ورايا. بس حضرتك ناويه على ايه يا استاذه؟ انا خدت كفايتي من التربيه والتعليم، عايزه ارتاح بقى شويه. كل الحاجات اللي كنت ماجلاها عشان الشغل هفكر فيها. زي ايه كده يا فندم؟ مش عارفه، مش عايزه اعطلكم، اشوف وشكم بخير. اتفضلي يا فندم. شكرا قوي. مع الف سلامه يا استاذه. مع الله. مع السلامه. مع الف سلامه يا استاذه. مع السلامه. هتوحشينا يا فندم. بيسالي علينا يا استاذه. والله يا جماعه انا قلبي حاسس ان الست دي وقعت على راجل وعايزه تتجوزه. اصل يعني مفيش حد بيقدم على معاش مبكر قوي كده. يا شيخ حرام عليكي، مش معقول، مش في السن ده. في السن ده هي دي حلاوتها. لا يا راجل حرام عليك، الاستاذه سهام في ظروف صعبه يا جماعه، مش معقول كده. عندها بنت مقتوله والتانيه في المستشفى. لا ومش اي مستشفى، ربنا يحفظنا يا رب، ربنا يشفيها ويعافيها يا رب. بكره تشوفي، وساعتها ابقي افتكري ان انا اول واحده قلت لك على الكلام ده. أنا مش زعلانة منك على فكرة، عارفة ليه؟ عشان أنا عارفة إنك ما كنتش تقصدي تموتيني، أنت كنت شايفاني حد تاني. أنا لما قتلت فوزية كنت شايفاها فوزية، دي كانت الحرباية اللي اسمها ماجدة، كانت مقضياها مع كل راجل شوية. وجوزي الواطي، الواطي كان بيقولي أنت متهيألك. لا ما كانش متهيألي، أنا شفتها في أوضة نومي. يعني كنت أسيبها بعد ما شفتها بعيني؟ أسيبها عشان يقولوا عليا مجنونة؟ طبقت إيدي على زمارة رقبتها. إيه ده يا ملك؟ أنت بتعملي إيه؟ بس في الآخر ما طلعتش ماجدة. عرفتي ليه بقى أنا مش زعلانة منك؟ الشمعدان ده بكام لو سمحت؟ ده ممكن نحسبه ب 350. بس ده كتير قوي. حضرتك دي هاند ميد، عشان كده ده سعرها النهائي. لو عايزه حاجه تبقى زي اللي عند كل الناس نشوف لك. لا خلاص، هشوف ظروفي كده وابقى ارد عليك بكره. تنور في اي وقت، المحل محلك. ميرسي جدا. معلش، انت عارفه بقى زباين اليومين دول خلانا نقطع الكلام بينا وفي الاخر ما اشتراش. ولا يهمك. طب قلت ايه في اللي انا قلت لك عليه؟ والله يا استاذه رضوى انا بحب شغلك جدا وبحب ذوقك ولطشه الفن اللي فيه، بس ما اقدرش اشتري شغلك ده وانت لسه ما حلتيش مشاكلك مع شريكك الاستاذ خالد. معلش اعذريني بصراحة، مش عايزة أدخل نفسي في أي مشاكل بينكم. لا حقك طبعا. عموما شكرا على كل حال. مرسي.
شو شو؟ أي مام. تعالي يا حبيبتي تعالي. عايزاكي. أي مام. تعالي اقعدي يا روحي. في يا مام. حبيبة مامي، انتي عارفة ان احنا بنتعامل مع بعض كأصحاب، ان انا بشاركك معايا في كل حاجة، مش كده؟ بصي، احنا هنعدي بمرحلة صعبة شوية. انا عندي مشاكل في الشغل، والموضوع هياخد وقت عبال ما يرجع مظبوط زي الأول. ده ممكن يخلينا مش هنعرف نعمل حاجات كنا بنعملها قبل كده. زي ايه؟ زي خروجات الويكند مثلا. مش هنعرف كل مره نروح فيها السينما ان احنا ناكل بره، او نوع الهدوم. مش هنقدر كل مره نجيب البراندات اللي احنا بنحبها. هنفضل كده كتير؟ سؤال ذكي. طالعه باباك الله يرحمه، بتحبي تعرفي كل حاجه بالظبط؟ مش عارف، شويه كده. بس الأكيد إن أول ما الدنيا هتتظبط هتكوني أول حد هيعرف وهيحس بده. سوري يا مامي من اللي أنا هقوله، ما كانش يحصل لنا أي حاجة لو رحنا عند جد وبعض وفات بابي الله يرحمه. بس الكلام ده أنا قلته لك كتير قبل كده. اللي يسكن مع حد هيعيش على مزاجه وإيه؟ على قواعده. قواعد جده. مفيش نادي، مفيش مدارس فيها أولاد وبنات مع بعض، مفيش باليه، ومفيش ومفيش. أهم حاجة إيه؟ إن إحنا سوا مع بعض. ولو بصينا حوالينا هتلاقي نفسك أحسن من بنات كتير قوي. صحتي كويسة الحمد لله، وإنتي زي القمر، وعندنا حاجات حلوة كتير، وياما لسه هنجيب مع بعض. ايوه عم احمد. هلا حلوه حبيبي يا باشا. باشا يا دي النور يا دي النور. ازيكم يا شباب؟ ازيكم؟ اتفضل يا باشا. معلش انا ما عرفتش ابعت حد ياخد المكوى من البيت لان الواد سيد بقاله 3 ايام عيان. سلامته. الله يسلمك. بص انا هكتب لك الرقم بتاعي عشان قبل ما تيجي تاخد المكوى ااكد عليه بدل ما تطخه مشوار. انا معايا رقم تليفونك، استنى كده هرن لك. لا الرقم التاني ده بتاع سيد، انما الرقم ده بتاعي انا. وبعدين انا عندي واتساب ممكن تراسلني عليه، انا اول واجي عنده واتس. وبعدين انا ما بردش على طول، ممكن المكوى تتحرق. ماشي ماشي. طب ما تجيب صبي تاني غير سيد. الواد سيد ده غلبان، عنده ام وثلاث بنات بيجري عليهم، وبعدين احنا كلنا معرضين ان احنا نعيا. وبعدين هو ممكن يعيا يوم يومين ثلاثه ويرجع يشتغل تاني زي الحمار. ماشي ماشي. مع السلامه. الله يسلمك. في رعايه الله يا شباب. ربنا يخليك. يا طنط والله العظيم امين عمره ما ينساكي. ينساكي ازاي بس؟ ده انت امه. طب ايه رايك انه في كل مكالمه بيسالنا عليكي ويوصينا عليكي؟ ايوه هو بيكلمنا اكتر. بيكلمنا اكتر علشان بيكلمنا على الموبايلات الحديثه اللي فيها نت، المكالمات فيها ببلاش. بس حضرتك يا طنط موبايلاتك قديمه ومتمسكه بيها، المكالمات غاليه، بيكلمك لما يقدر. حاضر حاضر هقول له.
حاضر. علي بكره هيعدي على حضرتك ويشوف طلباتك. مع السلامه. هو الشارع اللي احنا فيه ابو بكر متفرع من ابن الخطاب ولا ابن الخطاب متفرع من ابو بكر؟ يا ابني انت سالتني السؤال ده 100 مره، احفظها بالترتيب، ابو بكر الاول وبعد كده عمر بن الخطاب. ماما لسه عايشة يا عمته. ربنا يتولاها برحمته. ملك، وديتي أختك فين؟ وديتي أختك فين؟ خبيتيها تحت. أنا هنزل أجيبها من تحت. أختك فين؟ ملك؟ مش عايزة تقولي أختك فين؟ ملك؟ ملك يا ملك يا حبيبتي.